بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل بإذن الله موضوع النيل ساينز. في الجزء الأول من المحاضرة اتكلمنا على الأبنورماليتيز في النيل، سواء الشيب أو السيرفيس أو الاتاتشمنت. في الجزء ده هنتكلم على الأبنورماليتيز النيل كلر، لون الضوافر ممكن يتغير، ممكن ياخد ألوان كتير. هنعرف كل واحدة منها الأشكال بيبقى عامل إزاي وأسبابها، ونخلي بالنا إن تقريبا الدراجز ممكن تعمل لنا أي واحد فيهم. اولا اللي هو الوايت نيلز، اللي هي اللي بنقول عليها ليكونيكيا. ليكونيكيا دي نفرق، هل هي توتال ليكونيكيا والضفر كله ابيض، ولا بارشال في مناطق فيه سواء خطوط او نقط هي بس اللي بيضه. اول حاجه التوتال ليكونيكيا الضفر كله ابيض، ودي في الغالب بتبقى واخده الضوافر كلها، بنقول عليها التوتال ليكونيكيا، ودي بتبقى انهيرتد. عندنا بعد كده البارشال ليكونيكيا، ان هي تبقى جزء بس من الضفر هو اللي لونه ابيض، وده له اشكال كتير. اول حاجه الميز لاينز، الميز لاين زي ما احنا شايفين هي خطوط بيضه بالعرض، تقريبا واخده عرض الضافر كله، ودي بيبقى سببها ايه؟ سببها نفس الاسباب اللي بتعمل بوز لاين، يعني بتبقى في الغالب في سيستميك كوز او في سيستميك ديستريس حصل، هو اللي بيأثر على الديستال ماتريكس ويدينا الليكونيكيا دي. لو الستريس ده سيفير هيبدا يدينا كمان بوز لاين. الميز لاين مهم حاجتين، الحاجة الأولانية إنها الميز لاين مهم فيها حاجتين، الحاجة الأولانية إن زي ما إحنا شايفين كده الضفر بيبقى لونه بينك، لو ضغطنا عليه هيبقى لونه وايت أو هيبقى بيل، لكن لسه قادرين نميز الميز لاين. الحاجة التانية إن العيان يقول لك إن هي إيه كانت موجودة بروكزمال، وكل شوية كل ما الضفر بيكبر كل ما بتتحرك ديستال. تمام؟ طيب اسبابها ايه؟ احنا قلنا اي سيستميك ديزيز، والادويه اللي ممكن تعمل لنا ميز لاينز اشهرها الكيموثيرابي والارسنيك بويزن. العكس منها بقى حاجه اسمها الموركس لاينز، الموركس لاينز برضو هي بتبقى عباره عن وايت ترانسفيرس باندز كده موجوده في الضافر، لكن اكشوالي هي ابارنت يعني سودو نوت ترو ليكونيكيا. المشكله مش في النيل بليت، المشكله في النيل بيد اللي تحت. لذلك العيان يقول لك دي ثابته في نفس المكان ده، الضفر بيكبر وهي لسه ما بيحصلهاش مايجريشن ديستال يعني. الحاجه الثانيه لما نبدا نضغط على الضفر هنلاقي الضفر كله بقى ابيض والماركس لاينز دي ما بقتش واضحه. تمام؟ اسبابها ايه؟ اسبابها لو في سيفير هايبو ابومينيميا سواء رينال او هيباتيك. الحاجه الثانيه الادويه اللي ممكن تعملها الكيمو ثيرابي. بعد كده في عندنا طبعا الحاجه الشهيره اللي هي النقط البيضاء البانكتيك ليكونيكيا، ودي لو هي حاجات صغيره ومثلا نقطه اتنين وضوافر قليله، دي في الغالب بتبقى ممكن حاجه تروما او كده، ما هياش ولا كالسيوم ديفيشنسي ولا زنك ديفيشنسي. لكن لما تبقى بالشكل ده بقى اللي بنقول عليه ليكونيكيا ستريت، لا هي شويه ايه بقت مور لينير. تمام؟ اكبر شويه من البانكتيك ليكونيكيا واكتر من واحده في الضفر الواحد وتقريبا واخده كل الضوافر، لا دي بقى اللي ممكن تبقى برضو مع التروما او الناس اللي بتستخدم ديترجنت كتير، وبرضو الديفيشنسي للزنك بالذات مش الكالسيوم. في بعد كده عندنا الليموتيودينال ليكونيكيا، خط ابيض بالطول، ده ممكن يبقى في الدارير ديزيز، ونخلي بالنا الدارير ديزيز بيبقى فيه معاه وايت وريد ستريكس، واجي هنا على الايدج بلاقي فيه في شيبد نوتش، حتت كده مكسوره بيبقى شكلها في شيبد. وقلنا كمان فاكرين احنا قلنا ان بيبقى فيه كمان ممكن يحصل فيه اكسنتويشن للفيسيولوجيكال فاروز وريدجز برضه في الدارير. كمان لو في تيومر موجود تحت هنا الاونيكو بابيلوما تبان لنا برضه في الليموتيدينال ليكونيكيا. في كمان حاجه اسمها الاكوايرد بايلاترال الليموتيدينال ليكونيكيا، بيجي اكتر في الفيميلز نتيجه برضه الديترجنت كتير والزنك ديفيشنسي، وبتبقى برضه خطوط برضه وحاجه اكوايرد الليموتيدينال ليكونيكيا. بعد كده في عندنا تيرز نيل، وفي حاجه ثانيه عكسها، التيرز نيل البروكزمال بارت اوف ذا نيل وايت، لكن الديستال نورمال. ده بيبقى في الغالب الحاجات البلود فلو في مشكله، حالات الليفر سيروزس والكونجستيف هارت فيلير انيميا، والادويه برضو اللي ممكن تعمل كده الكيموثيرابي. لكن الهاف اند هاف نيل او لينتي نيل ان البروكسيمال بارت يبقى وايت لكن الديستال يبقى براونش، ده اللي بيحصل في الكرونيك رينال فيلير وبرضو مع الكيموثيرابي. بعد كده عندنا ليلو نيل، يمكن احنا اتكلمنا عليها ان لو الضفر حصل له ثيكننج لاي سبب ليلو نيل سيندروم، ومن الادويه برضو اللي تعمل لنا ليلو نيل ومعاه اونيكولايسز اللي هي الادويه اللي بتعمل الفوتو اونيكولايسز.
ممكن يبقى فوت اونيكولايسس ده ممكن يبقى دراج انديوز مش بس اونيكولايسس لا بيبقى معاه كمان يلوش ديسكالريشن للنيل. بعد كده عندنا الاريثرونيكيا جزء من الظافر يبقى لونه احمر. نخلي بالنا نفرق هل اللونيولا بس هي اللي بقت ريد ولا في لونجيتودينال اريثرونيكيا ولا في سبلنتر هيموراج. ريد لونيولا و سيفرال ديجيتس ده اكتر في حالات الكونكتيف تيشو ديزيز زي مثلا حاله السيستميك لوبس بلاقي معاه كمان بيري انجوال تيلانجكتيزيا. لو هو سنجل ديجيت ده في الغالب تيومر سواء كان جلوماس تيومر او ان في سب انجوال تحت الضافر في ميكزوليسيست. طيب لا ده انا عندي لونجيتودينال اريثرونيكيا برضو لو هي ضوافر كتير ده هو الدرير اهو بيبقى فيه وايت ستريكس وفي ريد ستريكس وكمان بيحصل برضو في حالات الكونكتيف تيشو اللوبس وحالات المايكنويد. طيب لو الكتيرال الإريثرونيكية موجودة في ضفر واحد برضه في التيومرز خاصة جلومس تيومر كونيكو بابيلوما الباونز ديزيز دي هنا بيبر كويسة عن الكتيرال الإريثرونيكية مقسماها هل هي لوكالايزد يعني واخدة سينجل فينجر تمام وقلنا الموست كومن اونيكو بابيلوما والبلومس والباونز والبورت ولا هي بوليداكتلي ضوافر كتير لايكن والدارير. بعد كده عندنا السبلنتر هيموريدج برضو بلاقي فيه لونجيتودينال ريد ستريكس هي اكشوال عباره عن هيموريدج. يمكن اشهر سبب اللي بنخاف منه اللي هو الاكيوت اندوكاردايتس ممكن تحصل مع ديرماتولوجيكال ديزيز زي سورايسز نكتيف تيشو ديزيز في برضو ادويه ممكن تعملها منها تيتراسايكلين ممكن تبقى ديوباثيك وممكن تحصل مع اذر كونديشنز زي الاونيكوماتريكوما يمكن دي الموست كومن كولز يعني infective endocarditis. نخلي بالنا كمان الى جانب السبلنتر هيموريدج اللي ممكن يبقى موجود في النيلز بلاقي فيه تو ليجنز ممكن يبقى موجوده عندنا في البالم واحده painful اللي هي الاوزلر نوت والثانيه نون painful اللي هي الجينيال ليجنز الاثنين ممكن يبقوا اريثيماتوس او بيربريك. بعد كده عندنا الجرين نيل. جرين نيل ممكن يبقى سببه سودوموناس هنا بيبقى مع اونيكولايسيس وجرين بلاك ديسكلاريشن والحاجه الثالثه اللي بيبقى معاه في الغالب بارونيكيا تمام. طبعا بنفرقها عن الاونكومايكوزس. الاونكومايكوزس برضو بيبقى فيه معاه سب انجولار هايبركراتوزس وفي اونكولايسس ممكن يبقى فيه جرينش ديسكالاريشن ممكن يبقى جاست ان هو اونكومايكوزس ممكن يبقى اونكومايكوزس ومعاه كمان جرين نيل سيندروم. هعالج ازاي لو هي سودوموناس محتاجه توبيكال جنتامايسن او توبرامايسن. توبرامايسن موجود فيه توبرين وفيه توبريكس الاي دروبس والاي اوينتمنت ممكن استخدمهم هنا ممكن ادي سيستميك السترين او الكينولونز سيبروفلوكساسين. طيب لو هي اونكومايكوز طبعا هدي ممكن اللي هو الاتراكونازول بالس ثيرابي. طب لو انا شاكك ان مش بس اونكومايكوز ده معاه كمان سودوموناس يبقى ممكن ادي معانا كمان توبيكال جنتامايسن مثلا مع الانتي فانجل الهدي. وكمان ما ننساش البارونيكيا وجودها خلاص يرجح كافه انها سودوموناس وليست فانجل. بعد كده في عندنا البلونيل. البلونيل ممكن يبقى دراج انديوز ممكن اشهر الادويه الانتي مالاريال مينوسايكلين سودوفدين وممكن يبقى كجزء من الفيكس دراج ارام. في جينيتك ديزيز اللي هو الويلسون ديزيز بلاقي اللونيولا بتبقى لونها ازرق سماوي هو الازور بلو. الارجيريا في حالات السيلفر بلاقي فيه يعني جريش او بلوش جري discoloration في sun exposed area ومعه كمان برضو blush discoloration للنيلز. نيجي لآخر حاجة بقى في discoloration والحاجة المهمة طبعا اللي هي الميلانونيكيا ان في brown plaque pigmentation للنيل. اولا كده مبدئيا افرق ما بين شكلها هل هي longitudinal ولا diffuse الضفر كله ولا transverse. transverse دي drug بس ماشي. الديفيوز دي ميلانوسايت اكتيفيشن نتيجه كونستيتيوشنال فاكتور نتيجه دراج نتيجه انفكشن سيستميك النس واتيفر. لكن لو هي لونجيتودينال في احتمال انها برضو ميلانوسايت اكتيفيشن وفي احتمال انها ميلانوسايت بروليفريشن سواء كان حاجه بيناين اللي هي النيفس لو الطفل او اللينتجن لو واحد كبير او انها تبقى حاجه مالجنت اللي هي الميلانو. اذا الميلانونيكيا يعني ميلانوسايت اكتيفيشن نتيجة constitutional infection inflammatory pregnancy ما ننساش كمان nutritional deficiency يا إما نتيجة لميلانوسايت proliferation وده يا إما malignant اللي هو الميلانوما
يعني مثلا بيناين، وفي نست ميلانو سايت عامله نست اللي هي النيفس او ويزاوت نست اللي هو اللينتر. اولا الكونستيتيوشنال او الريشيال ده يحصل اكتر لو دارك سكينت بيشنت، وفي الغالب بتبقى مالتيبل فينجر ما هيش سنجل فينجر، ممكن تبقى ديفيوز وممكن تبقى لونجيتودينال، يعني ممكن تبقى ديفيوز وممكن تبقى لونجيتودينال. كمان تزيد مع البريجننسي، يعني لو واحده عندها مثلا ميلانونيكيا زي دي وجت بريجننت ممكن الاقي من ميلانونيكيا تزيد. الانفكشنز اشهرها الفانجل انفكشن، ترايكوفايتون روبرا ممكن تدينا لونجيتودينال ميلانونيكيا، لكن في اذر مولد انفكشن ممكن تبقى ديفيوز ميلانونيكيا. وقلنا كمان السودومونس بيبقى جرينش بلاك ديسكالوجيشن. الياتروجينيك بقى ياخد الثلاث انواع، ممكن يجي لونجيتودينال، ممكن يبقى ديفيوز، وممكن يبقى ترانسفيرز، قلنا ميلانونيكيا ستريت. اشهر الادويه برضو الكيموثيرابي والزيدونت. عندنا بقى الانفلاماتوري ديزيز زي سورايسز، اللايكن، ممكن تيومرز، ممكن سيستميك ديزيز، تروما، الحاجات دي كلها برضو تعمل في الغالب ميلانوسايت اكتيفيشن. تمام، في الغالب مش هيبقى سنجل فينجر، هتبقى مالتيبل فينجرز اكتر لو البيشنت دارك سكين. وان احنا قلنا ان ايه، ان الميلانوسايت اللي في الدارك سكين بيشنت بيبقوا بتبقى اكتيف، فبيحصل فيها زي ما بيحصل في السكين اي انفلاميشن يسيب بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. برضو النيل لو حصل له انفلاميشن في البيشنت دولي ممكن برضو يحصل اكتيفيشن للميلانوسايت ويدينا الميلانوميكيا، وفي الغالب بتبقى ديفيوز، لكن برضو ممكن تيجي بصوره اللونجيتودينال. كمان ما ننساش الاكسوجينوس، ممكن البيشنت تبقى سامبلي حاطه حنه او عامله بيرمنجانات او دي. في بعد كده سندرومين مهمين، حاجه اسمها لوجير هانسكر سندروم، دي بيبقى فيه بيجمنتد ماكيولز على الليبس وعلى الميكوزا وعلى الجنجفا، وبيبقى معاها كمان لونجيتودينال ميلانوميكيا. دي بتبقى شبه ايه البيت جيجر سيندروم، بس فرقها من البيت جيجر بيبقى ممكن يبقى معاها كمان بيجمنتد ماكيولز على الهاند والفوت، بالاضافه ان البيت جيجر هي اوتوزومال دوميننت او بعض الحين كنت تبقى اوتوزومال ريسيسيف، يعني ممكن الاقي فيه بوست فاميلي هيستوري. الحاجه المهمه للبيت جيجر سيندروم هي دي اللي ممكن يبقى معاها انتستاينال بوليبس وممكن تقلب ب كانسر بعد كده. فهو ده البيشنت اللي محتاج ان انا اعمل له هعمله سي بي سي وهعمله ستول اناليسيس وهحوله اصلا لايه لحد متخصص في الجهاز الهضمي هو اللي يتابعه. كمان النقطه المهمه هي المالجنسي مش بس قاصر على الجي اي تي، ممكن كمان لو هي في ميل يجي تبقى ريسكي ان يجي لها كانسر بريست، لو ميل في عندنا كانسر تستيكولر كانسر، ممكن كمان اللنج، البانكرياتيك كارسينوما. اذا البيشنتس دولي مهم ان انا اعمل لهم ديتكشن، لانه دولي محتاجين انيوال فولو اب، هيتابعوا سواء بالسيمبتومز بالانفستيجيشنز عشان ديتكت اي مالجننت من ده ايرلي. نيجي بعد كده للميلانوسايت بروليفريشن. اولا النيل ماتريكس نيفس، النيل ماتريكس نيفس في الغالب ده بيجي في الاطفال اكتر، ممكن تبقى كونجنتال سنس بيرث، لكن في معظم الحالات بنقابلها بتبقى اكواير، ونقول له دي زي وحمه كده يقول لك مش مولود بيها، فاقول ان مش شرط يبقى ديتا سنس بيرث. اللي في الغالب بتبقى سنجل فينجر، تمام، اكتر في الثم. الحاجه المهمه هنا ان انا اللون نفسه بيبقى الباك جراوند نفسها بتبقى براون، شايفين الليجن كلها بتبقى في صوره بانز، البانز دي ريجولر وهوموجينس سواء في الكالر سواء في الثيكنس سواء في السبيس اللي موجود ما بين البانز وبعضيها، كانها برش، كانك عملتها بفرشه كده مره واحده، دهيتها بفرشه مره واحده وخلاص، في باراليزم، البانز دي باراليل لبعضيها. الحاجه الثانيه ان مفيش هاتشنسون ساين، هاتشنسون ساين يعني الاقي فيه بيري انجوال بيجمنتيشن، تمام؟ لكن هنا ممكن بيبقى في حاجه اسمها سودو هاتشنسون. سودو هاتشنسون يعني احنا لو بصينا للكيوتيكل يخيل لينا ان في ان هو بيجمنتد، لكن اكشوال لو خدنا بايوبس او كده ما هوش بيجمنتد ولا حاجه. تمام؟ ده اللي بنقول عليه السودو هاتشنسون ساين. الكيوتيكل يخيل لينا ان هو بيجمنتد، لكن بروكسيمال نيل فولد والحاجات دي كلها نو بيجمنتد. تمام؟ يبقى ده مش هاتشنسون ساين. اما الانتجون بقى بيجي في واحد ادلت برضه ميلانوسايت هايبر بليزيا، ولو خدنا بايوبسي هلاقي فيه ميلانوسايت هايبر بليزيا وذاوت نيست. تقريبا برضه الفيتشرز بتاعته الدرماسكوبيك فيتشرز زي النيفوس، لكن الفرق ما بينهم السن، ان النيفوس بتحصل في الاطفال، الانتجون بيجي في الادلت. طبعا بقى هو الميلانوما، الميلانوما بتيجي في السن الكبير. تمام؟ طبعا مشكله الميلانوما انها ممكن تبقى
يحصل فيه ديلي للدايجنوز لحد ما توصل يحصل لها ابسريشن نيل يحصل ديستروفي. هنا طبعا البري انجوال بيجمنتيشن والهاتشنسون ساين مش محتاجه دمسكوب ولا حاجه واضحه جدا يعني. احيانا الميلانوما لو هي رابيدلي جروينج الاقي البروكسيمال بارت وايدر عن الديستال بارت، ده يقول لي ان الميلانوما دي رابيدلي جروينج. هنا نفس الكلام الميلانوما هنا برضو نفس الكلام البروكسيمال بارت وايدر عن الديستال بارت تبقى دي رابيدلي جروينج ميلانوما. هنا برضو بالدرموسكوبي يمكن الباك جراوند بتاعتها تميل اكتر انها تبقى مور بلاك عن البلاين، لكن هنا اللون بتاعها لايتر عن المثال اللي شفناه قبل كده في الليبس. فاذا هي مش رول مش قاعده يعني. الحاجه المهمه ان اللوس اوف باراليليزم ان البانز هنا بدات تحود على بعضيها يحصل كريس كروسنج تتقاطع مع بعضيها تمام، دي حاجه مهمه جدا في الثيكنس والكالر والسبيس ما بين اللاينز وبعضيها فاريبل في فاريشن. الاقي في البيري انجوال بيجمنتيشن بقى في البوستيرو نيل فولد هنا افكت ده هي الهاتشنسون ساين يبقى دي كلها ساينز اوف مالينجنس. هنا الميلانوما هي في اكستنشن للسراوندنج سكين تحت في الهايكونيكيا موجود، وهنا فاريشن في الثيكنس وفي الكالر ماشي. طبعا في عندنا اللي هو الاي بي سي دي اف رول في حالات اللي هو الميلانوما الايج طبعا لو واحد كبير، لو اللون اكتر براون تو بلاك كلر دايمتر اكتر او الويدث بتاعها اكتر من 3 مللي بوردرز الريجولر في رابيد انكريز في السايز اوف ذا باند او في المورفولوجي اكتر لو موجوده في الصمب اكتر لو هو سنجل ديجيت في الدوميننت هاند لو في هاتشنسون ساين لو في personal أو family history سواء في ميلانوما أو بيدس بلاستيك نيفوس. هنا برضو summarize the oncoscopic features بتاعت أسباب الميلانونيكيا. لو هي melanocytic activation في الغالب several nails والبانز نفسها تبقى شوية grayish مفيش فيها اللون البراون وتبقى regular lines. لو هي benign سواء كانت نيفوس أو lentigens تبقى الباكجراوند براون، وزي ما احنا قلنا ان اللونجيتودينال لاينز بتاعتنا بتبقى بارلل لبعضيها بتبقى هوموجينوس سواء في الكالر سواء في الثيكنس بتاعها سواء في السبيس ما بينها وما بين بعضيها كل حاجه ريجولر عندنا. في حالات الماليجننت اللي هي الميلانوما بقى لا انا بلاقي الباك جراوند براون ممكن تبقى اكتر مايله للون بلاك. اللاينز بتاعتي او البانز بتاعتي في بتبقى الريجولر سواء في الكالر سواء في الويدث بتاعها سواء في السبيسنج وفي لوس اوف باراليليزم زي ما احنا قلنا حصل يحصل لي ما بينها كريس كروسنج، وممكن الاقي في جرانولر بيجمنتيشن برضو ده في حالات الميلانوما. هنا دي حاله ده هنا سب انجوال هيموريج البيجمنتيشن هنا اكتر ريد ويبقى صوره جلوبيولز. ده هنا في حاله لو السبب ميلانوسايت اكتيفيشن بيبقى اللون شويه جريش ما فيش ال distinctive brown color. ده هنا brown background وفي regular bands سواء في ال color أو في ال بتبقى بدل اللي بعضيها تمام، يبقى ده benign سواء كانت nevus لو هو سنه صغير أو lentigen لو هو adult. ده هنا طبعا حالة الميلانوما في variation في ال color of the bands وفي كمان ال Hutchinson sign هنا موجودة في affection proximal nipple. يبقى إذن الليجن هنا احنا قلنا البينوين بتبقى لينير براشي كأنك مسكت فرشة وعملتها مرة واحدة وخلاص، لكن هنا في الماليجن بتبقى هابهازرد. البينوين ليجن تقريبا بيبقى واخد أقل من تلت النيل بليت لكن مش رول، في ممكن يبقى بينوين واخد أكتر من كده. الكالر أكتر في الماليجن بيبقى جري تو بلاك. اللاينز احنا قلنا هنا بتبقى الريجولار في باراليليزم في حالات الميلانوما. الهاتشنسون ساين بنلاقيها اكتر في الميلانوما، نيل ديستروفي والجرانولار بيجمنتيشن برضو في حالات الميلانوما. اخر حاجه امتى اخد بايوبس؟ لو البيشنت في الغالب دارك سكيند لو هو ترايد لو هو سيفرال ديجيتس في الغالب انا مش محتاج اخد بايوبس، لكن لو وايت سكيند لو فير سكيند
patient او افرو امريكان زي ما قلنا, او واحد اولد ايج, او هو سنجل ديجيت, او في بوزيتيف او فاميلي هيستوري او ميلانوما. الحاجات دي كلها محتاج ان انا او اي في اي كرايتيريا من الميلانوما موجوده محتاج ان انا اخد بايوبس. النقطه المهمه هاخد منين البايوبس بتاعي؟ احنا قلنا قبل كده في محاضره البيولوجي قلنا ان انا المشكله عندي بروكسيمال ماتريكس, ده هو اللي بيمثل لي المين بالك اوف ذا نيل بليد. فانا قدر الامكان بحاول ان انا اتفادى ان انا اعمل لوتروم او اخد منه بايوبس او غيره. طيب هل انا ممكن اقدر اميز الميلانوما دي جايه منين؟ احنا لو فاكرين قلنا ان البروكسيمال ماتريكس بيدينا الجزء الابر بارت اوف ذا نيل بليد, قلنا ان الديستال ماتريكس بيدينا اللور بارت اوف ذا نيل بليد. وبالتالي انا هبص على الفري ايدج اوف ذا نيل, تمام, وهشوف الميلانوما او البيجمنتيشن ده موجود فين. موجود في الجزء اللي فوق, يبقى انا محتاج مضطر ان انا اخد البايوبس منين؟ من البروكسيمال ماتريكس. فين؟ في الحته دي تحت البروكسيمال نيل بليد. طيب لقيت البيجمنتيشن في اللور بارت اوف ذا نيل بليد, لا يبقى انا في الحالات دي انا هاخد البايوبس بتاعتي من الديستال ماتريكس اللي هو فين؟ اللي هو تحت اللور. يبقى انا كده انقصت مين؟ البروكسيمال ماتريكس. هنا دي هنا البانش بايوبسي اهيا من الايه؟ من الديستال ماتريكس. لكن دي هنا لونجيتودينال بايوبسي, دي لونجيتودينال بايوبسي. اذا الميلانونيكيا في الاول استبعد انها تبقى بلاد او انها حاجه اكسوجينوس, زي ما احنا قلنا انها تبقى واصله لحد البروكسيمال نيل فولد. لو مش واصله للبروكسيمال نيل فولد تبقى لو قلنا ان هي البيجمنتيشن عشان اقول ان هو ميلانوسايت لازم يبقى واصل لحد النيل لحد البروكسيمال نيل فولد. لو مش واصل يبقى ده في الغالب ممكن بلاد او حاجه اكسوجينس. طيب اتاكدنا انها ميلانين, هل هي ديفيوز؟ ده يبقى ده في الغالب احنا قلنا ان هو ريشيال او انفكشن او حاجه سيستميك يعني, وفي الغالب ميلانوسايت اكتيفيشن. طيب هي ترانسفيرس يبقى ده درج وانتهينا. لونجيتودينال بقى في عندي كل الاحتمالات, لو طفل صغير يبقى في الغالب ميلانوسايتيك ليبس, مش هعمل حاجه, كل اللي هعمله ويت اند واتش. طيب لو حد كبير بقى يبقى محتاج ان انا اعمل ديرموسكوبي. لو هو سنجل نيل وما في وفي لوس اوف باراليليزم وفي بوست هاتشنسون ساين يبقى محتاج ان انا اخد نيل ماتريكس بايوبسي. لا ده هم مالتيبل نيلز وفي جراي بلاك مور جراي شويه, يبقى ممكن لينتجن, ممكن ميلانوسايت اكتيفيشن, وبرده في الحالات دي مش محتاج ان انا في الغالب مش محتاج بايوبسي. دي تاني دي حاله ايه؟ واضح هنا ان الـ ان ان البيجمنتيشن مش واصل النيل فول, يبقى ده مش ميلانوسايت, ده سب انجوال هيماتوما, اللون حتى البريفري لسه ريد وفي الجلوبيولز اللي قلنا عليها, يبقى دي نقطه نخلي بالنا لها كده. يبقى احنا خلصنا اللي هو النيل ساينس, اتفقنا ان احنا اتكلمنا على النيل بايولوجي وقلنا ده مهم جدا نبقى فاهمينه عشان نعرف بيه النيل ساينس اللي اتكلمنا عليها في المحاضره.